أقيمت بمطار القاهرة الدولي احتفالية بمناسبة تنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد في مصر بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2، وتم تنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد عن طريق شركة المصريين أو الدور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني بمصر بأحدث التقنيات العالمية. في مؤتمر صحفي تم الاحتفال بتنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد في مصر، وذلك بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، والتي تم تنفيذها عن طريق شركة المصريين أو الدور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني بمصر بأحدث التقنيات التكنولوجية. دايما الشركة المتحدة بتسعى من خلال شركاتها التابعة ان هي تنتجريت او تعمل تكامل بين الشركات التابعه علشان تقدم خدمه للقطاع الخاص وللسياحه المصريه بالشكل الدولي والشكل والمعايير الدوليه اللي ترضي. طبعا احنا النهارده عند صاله 2، الشاشه دي مش بس هتساعد على ترويج منتجات تقوم على التصدير، ايضا هتساعد على مقاصد سياحيه مصريه. في كل مجال عملنا احنا متجهين ان القطاع الخاص يبقى ايد بايد معانا في كل شغلنا، لانه في الاخر القطاع الخاص هو اللي بيكمل التنميه، وده التوجه الرئيسي للقياده السياسيه ان نزود الاستثمارات المختلفه للقطاع الخاص. ومن هنا جت الشراكه بيننا وبين الجانب الاماراتي، وبنشكرهم جزيلا طبعا على المشاركه الفعالة في اللونش بتاع الشاشة دي النهاردة. الحقيقة شركة مصريين أو الدور هي الوكيل الإعلاني الحصري للإعلانات في مطار القاهرة، وهم كانوا شغالين بقالهم حوالي سنة ونص على خطة لتطوير المطار من ناحية الإعلانات وشكلها في السنة ونص اللي فاتوا. الحقيقة هم قاموا بمجهود كبيرة جدا على رأسهم الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة، ولو أنت دخلت المطارات دلوقتي هتلاقي شكل مختلف تماما يضاهي أي مطار أوروبي في الشاشات اللي موجودة فيها. الشاشة تقدم حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا على المشاهد وتجذب الانتباه، كما تواكب أحدث الاتجاهات العالمية. احنا عملنا بلان ان شاء الله هنبدأ، بدأنا بالشاشة دي وهنعمل كذا شاشة تانية في المطار في الصالات المختلفة، وهنطلع برضو بره المطار ان شاء الله، وهتبقى حاجة مختلفة تماما. الناس ما يعني لغاية دلوقتي الناس بتشوف السكرين دي وبيتصوروا معاها، ده لسه ما بدأناش ولا عملنا اوبننج ولا حاجة، فأكيد هتعمل سوق خصب ومليان بالأفكار الجديدة والإبداعات الجديدة، سواء العملاء اللي عايزين يعملوا إعلانات، سواء حطينا عليها كونتنت شجع السياحة لحاجات للأماكن السياحية في مصر. يعني كذا فكرة في دماغنا دلوقتي وندرسها، وإن شاء الله قريب هتشوفوا حاجة تانية إن شاء الله. الحقيقة دي تكنولوجيا عالية جدا لأول مرة في مصر، والحلو فيها أنها تبقى أول مرة في مطار القاهرة. فكرة رائعة لتعريف الركاب وخصوصا الأجانب بالحضارة المصرية، والدعاية والإعلان. في خطة موضوعة كتير، في حاجات كتيرة جدا بتتعمل، في تطوير كل يوم في مشاية من الجراج المتعدد لمبنى 2 ومبنى 3، في سيور جديدة، في براندات جديدة بتخش المطار، كل يوم في تطوير. الحمد لله أنا كتير فرحانة وكلنا فرحانين بالإنجاز اللي شفناه اليوم. فرحانة كتير بالتطور اللي السوق الإعلاني راح يشهده بمصر من خلال إيجيبشن أوت دور ومجموعة الفخر. بشكر كل طاقم العمل على المجهود الجبار اللي اشتغلوه، والحمد لله اللي وصلنا له اليوم. إن شاء الله في بلان كبيرة، هي تعتبر أول خطوة، اللي شفناها اليوم هي فقط بداية. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير مطار القاهرة الدولي لمنافسة أحدث المطارات العالمية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، فضلا عن تزويد المطار بأحدث النظم التكنولوجية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.